لحظات إذن الآن وتبدأ المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، تنطلق المباراة الآن مشاهدينا الكرام، أحبائي في كل مكان، متابعينا عبر قنوات السعودية الرياضية، نتمنى أن نستمتع سويا بهذا اللقاء الذي يجمع ضمك والوحدة. كرة ستلعب الآن من الضربة الركنية بالرأس، تمر لكن الكرة تتخلص سرعان ما تعود في الجانب الأيمن، نقل الكرة إلى وليد، يبحث الآن عن كرة عرضية وحدوية بالرأس لكن الكرة تذهب إلى خارج الملعب وإلى ضربة ركنية من جديد. كرة ستلعب الآن على كل من الضربة الركنية في هذه الأثناء، المحاولة موجودة بالرأس، جول جول الأول وحداوي لفرسان مكة. نلاحظ الآن فريق نادي ضمك الذي لم يصل إلى حد الآن مشاهدينا الكرام إلى مرمى الحارس مصطفى زغبة في شوط المباراة الأول. من وجهة نظر شخصية أيمن الخليف، الكرة مرت الآن إلى غاليرمي، ينطلق الآن ماركوس البرازيلي يعدي والشوت، أمامية المحاولة في وسط الميدان، عودة الكرة الآن من جديد، لمسة تعود الآن لضمك إلى زكريا الحدراف، المحاولة بالتصويب جميلة جدا من الضربة الركنية الوحداوية أو الطبكوية في هذه الكرة، المتابعة من لوبيز يلعب الكرة خطيرة وتعود الآن، لا تزال ضغط موجود مكثف من جانب فريق نادي ضمك، المحاولة مرت من لوبيز يلعب الكرة جورجي لوبيز أوليفيرا، ذهبت الكرة سهلة. الكرة ستلعب الآن من جديد، أمامية المحاولة، نقل الكرة للأمام لكن الكرة ذهبت سهلة. وفي هذه الأثناء مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يطلق حكم اللقاء اليونانية الصافرة معلنا على نهاية زمن شوط المباراة الأول. ذلك من المدرب دانيال كارينيو. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم شاري القرني، وأكرر الشكر لزميل فهد المساعد ولضيوفي الكباتنة في الاستوديو. تشكيلة الفريقين، تشكيلة فريق نادي الوحدة، لكن نشاهد هذه الكرة والمحاولة الموجودة للفريق الوحداوي، وبالتالي كرة تتخلص الآن في هذه الأثناء. انطلاقة موجودة على الجناح الأيسر في المساحة إلى جودين، غريبة وعجيبة من بين الأقدام، المحالة، كرة مرت إلى محسن ياجور، قوية من محسن ياجور، الكرة مرت الآن على مرات متواضعة، فريق نادي ضمك كان يصل في شوط اللقاء الثاني إلى حد الآن، الكرة مرت الآن ولا زالت، نقل الاتجاه إلى الجانب الأيسر إلى عبد الله الزوري، الزوري انطلاقة، الزوري محاولة إلى جودين، جودين لعب الكرة صح جودين، لكن الكرة لم تذهب إلى اللاعب ماركوس غاليرمي، بالتالي كرة تذهب وتغادر إلى خارج الملعب. موسمين ومن ثم ذهب لي، خاطئ الكرة مرت الآن لضمك أمام المرمى، جول، ولكن الوحدة هو المتفوق إلى حد الآن، ذكية الكرة ذكية، الكرة إلى ضربة ركنية يبدو بأنها الأخيرة، يبدو بأنها الركنية الأخيرة لي في هذه المباراة بالفعل. الركنية الأخيرة، وضمك الذي بالفعل يطلق حكم اللقاء الصافرة قبل تنفيذ الركنية معلنا عن فوز الوحدة، وهذا هو دانيال كارينيو وهذه هي عاداته بالحماس الكبير الحاضر على المدرب الأوروغوياني الذي يقدم أداء رائعا إلى جانب فريق الوحدة ويصل إلى فوز الثالث على التوالي. زميلي فهد، هكذا انتهت المباراة